تنفيذاً لتوجيهات السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبالتزامن مع مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كتف في كتف، نظم حزب مستقبل وطن قوافل غذائية في عدد من المحافظات بمناسبة شهر رمضان الكريم. من الحاجات الجميلة جداً إدخال السرور والبهجة على الناس، أي ناس، إدخال السرور والبهجة على الناس. وأتصور باللي احنا بنعمله ده بوجودكم، بصرف النظر انت بتقدم ايه، لكن كفاية انك انت بتخبط على بيته وتقول له انا شايفك وانا معاك وانا حاسس بيك وبحاول اخفف عنك. الرئيس بيقول لك رمضان كريم. شكرا للرئيس السيسي، كل سنة وهو طيب. شكرا للرئيس السيسي، كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانت طيب، وأقول 100 سنة يا رب وخليك لينا. رمضان كريم، كل سنة وانت طيب يا رئيس. شر المرض ويجعلكم حسناتكم على طول ويديكم صحتكم ويجعلكم كده في كل سنة وكل شوية فاكرين الغلابة. كل سنة وانتم طيبين، ويجعلكم بزيادة ويخليكم الغلابة ويخلينا الرئيس، وربنا يستر عليكم. ربنا يخلينا يا رب سيادة الرئيس، ومبادرة كتف في كتف كلنا مع بعضينا وإيد واحدة، وربنا يصلح له حاله يا رب ويوسعها عليه ويرزقه ويرزقنا معاه يا رب ويوسعها علينا جميعا يا رب. احنا بنشكر الرئيس، والاسماعيليه كلها بتحبك يا رئيس. احنا بنشكر الرئيس وبنحبه، والاسماعيليه كلها بتحبه. ربنا يخلي لنا السيسي يا رب وينصر على مين يا عدي. See you soon.